أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. الإزلاف هو التقريب، أي قربت وأدنيت الجنة من أهلها. وقد روى البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وهذا الحديث يشير إلى أن الإنسان عليه أن يعتني غاية العناية بلحظات الختام ومفارقة هذه الحياة الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان ينظر ويتأمل بما يختم له، فإن ختم له بخير فهو من أهل السعادة، وإن ختم له بسوء وشر والعياذ بالله فهو من أهل الشقاء. ولهذا قال الله: برزت الجحيم للغاوين. وهذا إنما يكون، أي إزلاف الجنة للمتقين وبروز النار للغاوين، إنما يكون يوم القيامة. وبرزت الجحيم، وهي اسم من أسماء النار، يعني برزت أي أظهرت وكشف عنها وما فيها من العذاب والنكال للكافرين الذين ضلوا عن الحق وأشركوا بالله وردوا دعوة رسول الله. وبرزت مبالغة في أبرزت، لأن التضعيف فيه مبالغة ليست في التعدية بالهمزة، ونظيره قوله تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، يعني قالت الملائكة للمشركين للغاوين للضالين: أينما كنتم تعبدون، توبيخا وتقريعا لهؤلاء المشركين وإظهارا لحقارة الأصنام التي عبدوها من دون الله. أينما كنتم تعبدون من الأصنام والأنداد ليمنعوكم من العذاب، هل يدفعون عنكم العذاب؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل يدفعون عنكم العذاب؟ هل يدفعون عنكم العذاب ينصرونكم أو ينتصرون، يعني يدفعون عن أنفسهم؟ فلم يكن من ذلك من شيء، وظهر كذبهم، وبان في هذا اليوم العظيم بان خزيهم، وظهرت ندامتهم، ولاحت خسارتهم، وضل سعيهم. قال الله: فكبكبوا فيها هم والغاوون، يعني ألقوا على رؤوسهم في جهنم، يعني هم يعني المعبودين، والغاوون يعني العابدين لهم.
فكبكبوا يعني ألقوا على رؤوسهم أو جمعوا وطرح بعضهم على بعض، الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك. قال الله: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أو قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وأيضا: وجنود إبليس أجمعون، وهم شياطينه وأولياؤه الذين يضلون العباد من الجن والإنس. فلما جمع هؤلاء الأشرار كلهم قالوا، يعني قال الغاوون للشياطين والمعبودون والمعبودين، يعني قال الغاوون قالوا للشياطين والمعبودين أو جنود إبليس الغاوون لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها، قالوا وهم فيها يختصمون، يعني يجادل بعضهم بعضا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني يقول الضعفاء الذين استكبروا: والله إننا لفي خطأ بين، إذ نسويكم برب العالمين، يعني كيف نعدلكم بالله جل وعلا في العبادة والمحبة والخوف والرجاء وندعوكم كما ندعوه. فتبين لهم حينئذ ضلالهم، وأقروا بعدل الله جل وعلا في عقوبتهم، وأن هذه العقوبة في محلها، ولا يظلم ربك أحدا. قال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. قالوا هم: وما أضلنا إلا المجرمون، يعني ما دعانا إلى ذلك الغي والضلال إلا المجرمون، يعني رؤساؤهم وأئمتهم الذين يدعون إلى النار، كما في الآية الآنفة الذكر: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قالوا: فما لنا من شافعين يشفعون لنا لينقذونا من العذاب، كما قال تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولا صديق حميم، يعني ما لهم شفعاء ولا لهم أيضا قريب مصاف ينفعهم بأدنى نفع، كما جرت العادة بذلك في الدنيا، إن القريب إنه يشفع القريب ويشفع الصديق. ولا صديق حميم، وسمي حميما لأنه يهتم لك من الاهتمام، وهو الاهتمام، سمي حميما لأنه يهتم لك من الاهتمام وهو الاهتمام، وهو الذي يهمه ما يهمك، أو من الحامة اللي الخاصة والصديق الخاص. المهم أن هؤلاء الكفار أيسوا والعياذ بالله من كل خير، لأنهم كانوا يعتقدون في معبوداتهم أنها شفعاءهم عند الله، وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس والجن، فما أغنوا عنهم شيئا، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهنا تمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا، لكن هيات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قالوا: فلو أن لنا كرة، لو أن لنا رجعة إلى الدنيا وإعادة إليها. وهذا منهم على طريق التمني، ولا يمكن يتمنون إلا هم يتمنون، لكن هذا يدل على كمال الحسرة والعياذ بالله، التمني الدال على كمال التحسر، فنكون من المؤمنين، يعني نصير من جملة المؤمنين لنسلم من العقاب والعذاب ونستحق الثواب، لكن هيات، ما يستطيعون. وقد أخبر الله جل وعلا في سورة صاد عن تخاصم أهل النار، ثم قال: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن في ذلك، يعني هذا الذي ذكرنا لكم ووصفنا من نبأ إبراهيم عليه السلام ومحاجته لقومه وإقامة الحجة عليهم في التوحيد وما جرى بعد ذلك من الخصومة، لعبرة وعلامة لكم واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله. وما كان أكثرهم مؤمنين، ما كان أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام نبأ إبراهيم وهم قريش ومن دان بدينهم، ما كانوا مؤمنين، وهذا فيه نوع من التسلية، وفيه نوع من الوعيد أيضا لمن عصى الله.
وإن ربك لهو العزيز الرحيم كما سبق، أي القاهر لأعدائه الرحيم بأوليائه، فيصدر عنه تعذيب المشركين وإهلاكهم كما يصدر عنه رحمة المؤمنين وإكرامهم لعزته ورحمته وحكمته. ثم ابتدأت القصة الثالثة، الأولى قصة موسى مع فرعون، والثانية قصة إبراهيم، والثالثة قصة نوح، وقد تكررت أيضا قصة نوح وما تلاها من القصص، عاد وكذلك ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة مدين، تكررت في الأعراف بهذا التسلسل. كذبت قوم نوح المرسلين إلى نهاية القصة. هنا يذكر الله تعالى تكذيب قوم نوح عليه السلام لرسولهم نوح، وما رد عليهم وما ردوا عليه وما هي عاقبة الجميع. ونوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من أولي العزم من الرسل، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يحذر من الشرك بهذا القيد، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يحذر من الشرك، لأن الناس كما قال ابن عباس عند قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، إن الناس كانوا 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حصل من قوم نوح الشرك، وهو أول شرك وقع في الأرض بسبب تعظيم الأصنام ونصب الصور صور أصنامهم، كما قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فأنكر عليهم نوح وحذرهم من الشرك، وكانت أمته هي أول الأمم المشركة على وجه الأرض، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد كلهم على الإسلام. وقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما بعث فيهم إلا نوح رسول واحد، كيف قال كذبت قوم نوح المرسلين؟ أي نعم، لأن من كذب رسولا فكأنه كذب جميع المرسلين، لأن كل الرسل دعوتهم واحدة أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومرسلهم واحد وهو الله جل جلاله. ولأن من آمن برسول لزمه أن يؤمن بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد منهم. فمن كذب الرسول، من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل، لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل ودعوتهم كلها واحدة، وهي الأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له والنهي عن الشرك. ونوح عليه السلام ممن اصطفاه الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إذ قال لهم أخوهم نوح، كيف أخوهم وهو مؤمن وهم مشركون؟ أي نعم، أخوهم يعني ابن أبيهم، وهي أخوة النسب لا أخوة الدين، وقيل أخوة المجانسة، وقيل أخوة المجانسة كقولك يا أخا تميم يريد يا واحدا منهم، أو يا أخا الحرب يعني يا صاحب الحرب الملازم لها. وبعضهم يقول يا أخا العرب يعني يا من هو واحد منهم، فقد تكون أخوة النسب وقد تكون أخوة المجانسة المجانسة وقد تكون كلا الأمرين، لكن قطعا ليست أخوة الدين. فخاطبهم نوح عليه السلام بخطاب لطيف كما هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ألا تتقون، يعني ألا تتقون الله فتتركون عبادة غيره من الأصنام. وقدم الأمر بالتقوى على الأمر بطاعته، لأن تقوى الله سبب، وقدم الأمر بالتقوى على الأمر بطاعة الله لأن التقوى سبب لطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم كرر الأمر بالتقوى والطاعة ليؤكد عليهم ذلك ويقرره في نفوسهم. كذبت قوم نوح المرسلين، قال أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول فاتقوا الله وأطيعون.
وما أسألكم عليه من أجل ناجل إلى رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. إني لكم رسول أمين، رسول من الله إليكم أمين فيما بعثني به وفيما أبلغكم عنه، فلا أزيد في وحيه ولا أنقص منه، فاتقوا الله وأطيعون فيما أمركم به وأنهاكم عنه، فإن هذا هو الذي يترتب على كوني رسولا إليهم أمينا. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ونلاحظ أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم على هذه الشاكلة، كلهم يأمرون بعبادة الله، بتقوى الله، بطاعته، وكلهم أمنا على الوحي، وكل واحد منهم يقول لقومه ما أسألكم عليه من أجر، ما أطلب منكم جزاء ولا نفع لنفسي على نصحي لكم، بل أدخر ثواب ذلك عند الله في يوم الجزاء. وكان قوم نوح ينكرون البعث كما دل عليه قوله تعالى في سورة نوح: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فنوح يقول: لا أطلب منكم جزاء ولا نفع لنفسي على تبليغ الدعوة الله وعلى تبليغ النصح، بل ثوابي عند الله، كما قال الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فاتقوا الله وأطيعون، فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني الله جل وعلا به وأتمنني عليه. كرر ذلك لتكريره دعوة قومه وطول مكثه فيهم، كما قال الله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أكبر، ولا هناك وسيلة وطريقة من وسائل التبليغ ما سلكها نوح. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فنوح عليه الصلاة والسلام لبث هذه المدة الطويلة وسلك مسالك عدة لتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال الله: وما آمن معه إلا قليل. قال بعض المفسرين 80 ما بين رجل وامرأة، يعني صار جلس 950 سنة، كل 3 سنين يمكن يسلم واحد، سبحان الله. ولهذا نوح من أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، حتى قالوا لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وهذا استفهام إنكاري، يعني كيف نؤمن بك يا نوح ونتبعك والحال أنه قد تبعك الأرذلون؟ أكيد منهم القائلين القول، ها من هم القائلون؟ أكيد، بس أي نوع من الكفار؟ أكيد، نعم، ملأ كبار القوم الذين تصدروا لمجادلة نوح. واقرأ سورة هود لترى المجادلة كيف جادلوا نوح. والأرذلون هم الأقلون جاها ومالا، والرذالة هي الخسة والدناءة والحقارة، يعني أرادوا بهم ضعفاء القوم وفقراءهم. فتكبر الملأ، تكبروا وتعاظموا أن يكونوا هم والضعفاء سواء في اتباع نوح عليه السلام، وبهذا يعرف تكبرهم عن الحق وجهلهم بالحقائق. فأتباع نوح من المؤمنين العقلاء الأخيار الذين اختاروا عبادة الله وحده ولا شريك له، أما الملأ المستكبرون عن دعوته فهم الأسافل وهم الأراذل وهم الذين لا يعلمون ولا يعقلون. ولهذا رد عليهم نوح عليه السلام فقال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، يعني أي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي، أنا لم أكلف بالعلم بأعمالهم، إنما كلفت بدعوتهم إلى الإيمان وتوحيد الله، ولا يلزمني أن أنقب عن حرفهم وصنائعهم ومستوياتهم وقبائلهم وأسرهم، ما هذا ليس علي، إنما علي أن أقبل منهم الإيمان والتصديق وأكل سرائرهم إلى الله. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، يعني ما حسابهم في أعمالهم وإيمانهم إلا على ربي لو تشعرون، وجواب لو محذوف، يعني لو شعرتم أن حسابهم على ربهم لما عبتموهم بصنائعهم. وهذا رد
لما تضمنه كلام قومه مطالبته بإبعادهم، لأنهم بزعمهم الملأ لا يستحقون أن يكون مساوين لهم في الإيمان. ثم صرح برفض طلبهم فقال: وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين، فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة بل يستحقون الإكرام القولي والفعلي. وهذا الطلب من كفار قوم نوح قاله من؟ قاله كفار قريش للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: ابعد عنا هؤلاء الموالي والضعفاء، اطردهم عن مجلسك لنؤمن بك. قال الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا في صحيح البخاري في قصة هرقل لما ناقش أبا سفيان ومن معه وسأله عن أمارة عن هذا النبي المبعوث، قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاءهم؟ قال أبو سفيان: ضعفاءهم. قال في آخر الحديث: ثم إني سألتك: أشراف الناس يتبعونهم أم ضعفاءهم؟ فأخبرتني أنهم الضعفاء، وهؤلاء هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. إن أنا إلا نذير مبين، ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله، فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منه، سواء كان شريفا أو وضيعا. المهم استمر قوم نوح عليه الصلاة والسلام على التكذيب، واستمره في دعوتهم، فما زادهم ذلك إلا إعراضا، حتى قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. لما أعياهم الاستدلال لجأوا إلى سلاح المبطلين وهو المناضلة بالأيدي: لئن لم تنتهي يا نوح عن دعوتنا إلى دينك وعن سب آلهتنا وعيبها لنعاقبنك بالرجم بالحجارة حتى نقتلك. عند ذلك أيس من إيمانهم، فقال تمهيدا للدعاء عليهم: ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. كما في الآية الأخرى قال: ربي إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قوم سوء بعد المدة الطويلة هذه، 1000 سنة إلا 50 عام، ومع ذلك: وما آمن معه إلا قليل. ربي إن قومي كذبون فافتح بيني، الفتح الحكم، وأكده بقوله: فافتح بيني وبينهم فتحا، لإرادة حكم شديد وهو الاستئصال، استئصال هؤلاء المكذبين. ولذلك أعقبه بالاحتراس بقوله: ونجني ومن معي من المؤمنين، لأنه دعا بالاستئصال الكامل لهم. فدعا عليهم نبي الله نوح بدعوة أحاطت بهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأغرقهم الله أجمعين وأدخلهم النار، وبئس القرار، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وأنجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى بذلك، أي نجيناه ومن معه كلهم، وأغرقنا من كذبه وخالف أمره الباقين، يعني جميع قومه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذه الختام، يقول بعض أهل العلم إن كل قصة تختم بهذه الخاتمة، يقول هذه كأن كل قصة كأنها سورة مستقلة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ختمت. ثم قال الله: كذبت عاد المرسلين. أنث الفعل باعتبار إسناده إلى القبيلة، لأن عاد اسم أبيهم الأعلى، وهم عاد الأولى الذين ذكرهم الله في كتابه
وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كذبت عاد المرسلين، نقول فيها مثل ما قلنا في قصة قوم نوح، إنهم من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. أخوهم هود أخوة النسب لأنهم من بني عاد، ويطلق الأخ مجازا على المصاحب مثل ما قلنا سابقا هو أخو الحرب أخو العرب إلى آخره. ألا تتقون ألا تخافون غضب الله. وهؤلاء قوم أعطاهم الله قوة وشدة حتى إنهم افتخروا وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله بألطف شيء. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، زادت الريح عليهم شيئا قليلا لأنهم قالوا من أشد منا قوة. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله إن أجري إلا على رب العالمين، سبق تفسير نظيره في قصة قوم نوح. ثم قال هود عليه الصلاة والسلام لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع اختلف المفسرون فيه، وحاصله أنه المكان المرتفع عند جواد الطريق، مكان مرتفع عند جواد الطرق المشهورة، يبنون هناك بنيانا محكما هائلا على وجه العبث بلا فائدة، بدون فائدة تعود لمصلحة الدين ولا الدنيا، ويؤذون المارة ويسخرون منهم، كما في قوله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فهم يجلسون في المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة ويبنون البنيان المحكم الهائل عبث بلا فائدة ويؤذون المارة. وهذا دليل على أن الشخص إذا بنى بنيانا لمجرد المفاخرة والعبث أنه إنسان تشبه بهؤلاء القوم، عنده سفه. أنكر عليهم هود قال تبنون بكل ريع كل طريق آية تعبثون وتتخذون مصانع، والمصانع هي القصور المشيدة أو مجاب المياه والبرك. المصانع هي القصور المشيدة أو مجاب الماء والبرك لعلكم تخلدون، يعني راجين أن تخلدوا، والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ثم قال هود عليه الصلاة والسلام وإذا بطشتم بطشتم جبارين، إذا بطشتم بالخلق فعلتم ذلك ظلما، بطشتم جبارين قتلا وضربا وأخذ أموال، والبطش السطوة والأخذ بالعنف. وكما قلت أعطاهم الله قوة عظيمة فسخروها في معصية الله وظلم عباد الله والعبث والسفه، واستكبروا وافتخروا وقالوا من أشد منا قوة. فاتقوا الله اتركوا الشرك وبطر النعمة وأطيعوني حيث علمتم أني رسول الله إليكم ناصح أمين. ولما أجمل هود عليه الصلاة والسلام التقوى فصلها، قال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أعطاكم ما لا يجهل ولا ينكر من الإنعام، أمدكم بأنعام، أمدكم بأنعام إبل وبقر وغنم وبنين كثرة نسل وجنات وعيون يعني بساتين وأنهار، كثر أموالكم وكثر أولادكم وأعطاكم أصناف النعم. ثم ذكر خوفهم حلول العذاب فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن كفرتم وأصررتم على ما أنتم فيه من بغي وظلم وشرك ولم تشكروا هذه النعم فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهنا زادوا في العتو وقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، قالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم هود وعظك وعدمه سواء سواء عندنا. وهذا غاية العتو والتكبر،
والوعظ لا شك أن الوعظ كلام يلين القلب إذا ذكر الإنسان الوعد والوعيد، لكن هؤلاء القوم أقسى من الحجارة، ولهذا أردفوا قائلين إن هذا إلا خلق الأولين. يعني ما هذا الذي نحن عليه، يعني يعنون دينهم الذي هم عليه إلا طريقة وعادة آبائنا ودين آبائنا وأجدادنا السابقين، ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم، نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا حساب. صح عن ابن عباس في قول إن هذا إلا خلق الأولين، قال دين الأولين. وفي قراءة الكسائي وقراءة ابن كثير وأبي عمرو إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، على معنى أنهم قالوا خلقنا كخلق الأولين، نموت كما ماتوا ونحيا كما حيا، ولا نبعث كما أنهم إلى الآن ما بعثوا. وقيل إن هذا إلا خلق الأولين معناه إن هذا إلا اختلاق الأولين، يعني كذبهم، كما قال الله جل وعلا إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا اختلاق. فالآية فيها قراءتان سبعيتان، إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، والمعنى واضح على كل القراءتين. ثم أنكروا البعث فقالوا وما نحن بمعذبين، فلن نبعث ولن نحاسب على ما نفعل من الشرك والبطش ونحوهما. قال الله فكذبوا فأهلكناهم، استمروا على التكذيب ومخالفة نبي الله هود حتى صار التكذيب سجية لهم وخلقا، فأهلكناهم. بما أهلك الله عاد؟ ها؟ أي نعم، بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال جل وعلا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. إن في ذلك لآية على صدق رسول الله هود وصحة ما جاء به وبطلان ما عليه قوم من الشرك والعتو والظلم، وما كان أكثرهم مؤمنين مع وجود الآيات المقتضية للإيمان. وإن ربك لهو العزيز الذي أهلك بقدرته قوم عاد على بطشهم وشدتهم وقوتهم، الرحيم بنبي الله هود حيث نجاه ومن معه من المؤمنين. ثم قال الله تعالى كذبت ثمود المرسلين، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وثمود اسم للقبيلة الكبيرة من العرب البائدة الذين جاءوا بعد عاد، ومساكنهم معروفة الآن تسمى مداين صالح، وهي بين الحجاز والشام شمال غرب المدينة، وهي الحجر. كذب أصحاب الحجر المرسلين. وقد مر بنا في سورة الأعراف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بمداين صالح بالحجر لما غزا الشام في غزوة تبوك نهى أصحابه عن الدخول في ديار مداين صالح إلا لمن كان باكيا معتبرا حذرا أن يصيبه ما أصابهم، وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. حتى إنهم لما استقوا من البئر، من بئر القوم وعجنوا العجين، أمر أن يريقوا الماء وأن يعلفوا العجين للدواب، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، وهذا في الصحيح. فدعاهم نبي الله صالح عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومما قال لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين، وهذا الاستفهام للإنكار، يعني أتحسبون أنكم تتركون في هذه النعم التي أعطاكم الله جل وعلا آمنين من الموت ومن العذاب باقين في الدنيا لا تؤمرون ولا تنهون؟ أتتركون فيما هاهنا، إشارة إلى بلادهم، أي في جميع ما تشاهدونه. وهذا إيجاز بديع وتنبيه على نعمة عظيمة هي نعمة الأمن، نعمة الأمن.
كيف أخذنا نعمة الله من هنا؟ لأنه قال أتتركون فيما هاهنا، ثم قال آمنين. ونعمة الأمن في الأوطان نعمة عظيمة، لا يهنأ الإنسان ولا يتذوق طعم النعم الأخرى إذا فقدها، ولهذا قال الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قرية كاملة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، ذكرهم بنعم الله بالبساتين والعيون الجارية والزروع والثمرات ونخل طلعها هضيم. ونخل، لما قال ونخل بعد قوله وجنات، مع أن الجنات تشمل النخيل بل هي أول ما يدخل في هذا، حتى إنهم لا يذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل، كما يذكرون النعم كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا الإبل. فلما قال هنا في جنات وعيون وزروع ونخل؟ قيل إنه خص النخل بإفراده لفضله، لفضله، لأنه سيد الشجر النخل. أو يكون المراد بالجنات غير النخل من الشجر، الجنات اللي عموم الشجر الفواكه وغيرها، ثم خص النخل. أي نعم، أرض طيبة، أرض زراعية وأرض نخيل. إيه نعم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر تبوك وادي القرى كان امرأة عندها نخل فقال لأصحابه اخرصوها، فخرصوها ثم خرصها النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمرأة احفظي وشكلنا بالخرص حتى إذا رجعنا. يوم رجع قالت والذي بعثك بالحق ما زاد ولا نقص شيء عما قلت. خرص النبي عليه الصلاة والسلام نفس اللي خرص بالتمام. ونخل طلعها، وقيل لقصد بيان جودته بأن طلعه هضيم فلذلك خصصه، لقصد بيان جودته بأن طلعه هضيم. والهضيم اللطيف، اللطيف الدقيق، والهضيم بمعنى المهضوم، وأصل الهضم شدخ الشيء حتى يلين. وقيل المراد ونخل طلعها هضيم يعني رطب لين، واستعير هنا للدقيق الضامر، وتلك علامة على أنه يخرج تمرا جيدا. المهم ونخل طلعها عظيم يعني نخل طلعها تمره من أفخر وأفضل أنواع التمر. هذه نعمة عظيمة، كيف ما تشكرون هذه النعمة؟ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فارهين يعني حاذقين، في قراءة أخرى سبعية فرهين يعني أشرين بطرين، فارهين يعني حاذقين، وفرهين أشرين بطرين يعني بلغ بكم الفراهة والحذق أن اتخذتم بيوتا من الجبال الصم الصلاب أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها. وهذا يجيب على تساؤل بعض الإخوة اللي يتساءلون يقولوا شلون الآن الأمم اللي قبلنا أطول أجساد وأعمار، ونحن إذا مرينا يقولون على ديار ثمود ما يكاد الواحد يدخل. نقول هم ما بنوها ليسكنوا فيها، هم بنوها نوع من العبث والتفنن، يعني إظهار البراعة، عبث، نوع من التسلي. ولهذا قال لهم صالح عليه السلام تنحتون من الجبال بيوتا فارهين حاذقين أو فرهين أشرين وبطرين. الإنسان إذا زادت عليه النعمة بدأ يتفنن ويسوي أشياء ما لا قيمة بس يزجي الوقت يمشيه، هذا ما فعل هؤلاء القوم. وكانوا حاذقين متفننين بالنحت والنقش كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين، يعني أئمة القوم وكبراءهم الذين أسرفوا في الكفر وإنفاق المال في الصد عن سبيل الله. ولهذا قال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، دأبهم الفساد في الأرض. ومنهم التسعة النفر الذين سيأتي ذكرهم في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
ردوا على صالح وقالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، يعني من المسحورين الذين أصيبوا بالسحر، ما أنت إلا بشر مثلنا، أي فضيلة فقت بها علينا فأوحي إليك من دوننا، أو ألقي عليه الذكر من بيننا، كما قالوا في آية أخرى أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، قال الله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فأعطنا آية إن كنت من الصادقين في قولك ودعواك إنك رسول الله، قال هذه ناقة، هذه ناقة الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة. والظاهر أنه جاءهم بآيات أخرى فأعرضوا وطلبوا آية خاصة، كما قال تعالى وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، فأيده الله بهذه الآية وهي ناقة عظيمة جعلها الله مبصرة، كما قال تعالى وكما قال الله جل وعلا وآتينا ثمود الناقة مبصرة واضحة جلية معجزة ظاهرة تدل على قدرة الله ووحدانيته، حتى أن كثيرا من المفسرين يقول إن الله أخرج هذه الناقة من صخرة صماء صلداء، وهذا ليس بعجيب على قدرة الله. هذه الناقة لا شرب ولكم شرب يوما معلوم، لكن أعرضوا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بالحجر قال لا تسألوا الآيات، قد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم الصيحة. وقد حذرهم صالح من التعرض لهذه الناقة بعقر أو ضرب أو شيء، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فخرجت الناقة ومكثت بين أظهرهم حينا من الدهر ترد الماء وترعى الشجر تأكل، ينتفعون بلبنها يوم، كل القبيلة يشربون من ناقة واحدة بأمر الله، واليوم الثاني لها البئر ما يرد واحد، تشرب الماء كله كامل. فعقروها، قطعوا قوائمها بالسيف حتى سقطت على الأرض، ثم نحروها، وأسند العقر إلى جميعهم مع كون العاقر واحدا لرضاهم بذلك وموافقتهم له، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ولم يكتفوا بذلك بل قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، قال الله فعقروها فأصبحوا نادمين لأنه عرفوا أن العذاب نازل بهم، وكان وعدهم قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والعذاب هو الرجفة والصيحة كما في سورة الأعراف وفي سورة القمر وهود الصيحة، والرجفة هي الزلزلة، وسماها الله تعالى في سورة القمر وفي سورة هود بالصيحة، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، فهي صيحة عظيمة تزلزلت بها منهم الأرض فصاروا في أرضهم جاثمين، يعني ساقطين على وجوه موتى هامدين لا يتحركون. نسأل الله العفو والعافية، والله الموفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.